ضيفتنا وضيفة حضراتكم النهاردة نجمة شاشة القناة الأولى. الميزة فيها أنها بتجمع ما بين الأداء في الهدوء والجمال والأناقة والثقافة، وهي مذيعة شاطرة جدا، خريجة كلية الإعلام، وبتحب شغلها من ساعة ما تخرجت من الكلية. المطبخ عندها نص ونص، مش أساسي، بس شغلها رقم واحد، وأولادها يأكلوا في البيت كمان دي رقم واحد. مذيعتنا النهاردة وضيفتي وضيفة حضراتكم النهاردة الأستاذة ليلى عمر. اتفضلي يا أستاذة ليلى. أهلا وسهلا. خير، كل سنة وحضرتك طيب. اخبارك ايه؟ مذيع شاطر؟ مذيع شاطر جدا طبعا. اهلا وسهلا، نورتيني في الاستوديو. طبعا ده بيتك ومكانك. اكيد طبعا. التلفزيون المصري دايما بيتنا كلنا. يعني القعده عارفه مكانها. لازم فارد ظهرك وقاعد مستقيم وباصص لكاميرتك. دي شروط طبعا. نورانا ست الكل، كل سنه وانت طيبه. وانت طيب يا شيف. احنا معانا ماتيريال كتير النهارده، يعني عارفه مطبخ زحمه. تنجان مشوي ومكرونه وفي فراخ متقطعة وسجق وطماطم. شايفة حاجات صحية كتير، حلو التنوع، في خضار، في بروتين، في نشويات، يعني كل المكونات المهمة موجودة. واضح انك بتحب الأكل الصحي. لازم تبقى كل العناصر موجودة. حلو. يعني ما ينفعش تبقى نشويات بس بروتين بس، لازم يبقى في تكافؤ كده بين كل الحاجات. فيها كل العناصر الغذائية. كل العناصر الغذائية بالظبط. طب أنت من وجهة نظرك من المكونات اللي عندنا نقدر نعمل إيه؟ في حاجات كتير قوي، يعني ممكن مكرونه وسجق مع الفلفل والبصل. انا دايما ببص ازاي كده اهو، بس حياتك عندك خطه. ايه ده اهو. واحنا عندنا ده ايه؟ ده كريمه حمضيه قشطه. دي زبادي. ده زبادي باذنجان، هعمل منه سلطه. ودي كريمه لباني. كريمه لباني. وفي توم اهو وزبده. ممكن نعمل مكرونه بالفراخ فوتوتشيني مثلا. وبالكريمه. بالكريمه. وممكن الفراخ دي تعمل بيها حاجات كتير. يعني عملت مكرونه بالدجاج والكريمه، انت بتحبيها؟ بحبها، وبحب ازود عليها دايما خضار، يعني انا لازم اي حاجه يعني بحب دايما احط الخضار في اي حاجه يبقى موجود. لو انا ما عنديش سلطه، لان السلطه دي حاجه اساسي عندي، فبعوض ده ان يكون عندي خضار جوه. بالنسبه للاساسي عندك انا اعرف حاجات كتير قوي اساسيات دلوقتي.